مسألة: يجوز للمرأة الذهاب إلى الخياط بحد ذاته، بحد ذاته أن المرأة تروح تخيط عند الخياط جائز مع مراعاة الحجاب الإسلامي، تكون تراعي الحجاب الإسلامي لون، حيث لا يتم القياس، يعني يأخذون قياس أو العنوان اللي يسموه براوة، يؤخذ القياس على فستان مستقل لا على الجسم مباشرة. إذا أخذ قياس المرأة على فستان مستقل لا على جسم المرأة مباشرة، ماكو مانع مع مراعاة الحجاب في ذهاب المرأة والخياطة عند الخياط، إلا إذا أدى ذلك أن المرأة تروح إلى خياط أدى إلى إثارة الشهوة أو إشاعة الفساد. إذا أدى إلى إثارة الشهوة أو إشاعة الفساد حرم من ذلك الجانب، يعني أنه يصير إثارة الشهوة عند الخياط أو إشاعة فساد حرم من هذا الجانب، ويكره الخلو بينهما. إذن بحد ذاته الخياطة عند الخياط ماكو مشكلة، خياطة المرأة عند الخياط، لكن لابد عليها من مراعاة الإسلام.